المجتمع من الغش التجاري والصناعي، ويمكن أن يكون هذا المشروع كتحديد مشكلة ووضع مقترحات أو الحلول لها. الهدف من هذه الجائزة هو تعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية وروح التطوع لدى طلبة المدارس والجامعات، وأيضا تنمية مهاراتهم في القيادة وغرس روح العمل التعاوني، وأيضا الإرشاد والتوجيه في مجال حقوق الملكية الفكرية والإبداع وحماية المجتمع من سرقة الأفكار المبدعة، وإسهام الطلبة في اكتشاف المواد المزورة وتوعية المجتمع بخطورتها، أيضا الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وحث الطلبة على الإبداع والتطوير والبحث والابتكار. كل هذا يدعم الجهود المبذولة مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. هذه أول جائزة في مجال الملكية الفكرية للمدارس والجامعات على مستوى العالم جمركيا، وبيكون في تسليم استمارات المشاركة بتاريخ 26/10/2014، وأيضا بالنسبة لتسليم المشاريع والبحوث بيكون في 26/3/2015، وبيكون الاحتفال في اليوم العالمي للملكية الفكرية اللي بيصادف 26 أبريل 2015 بحضور سعادة مدير جمارك دبي، وبحضور أيضا مدراء الدوائر المختصة، وأيضا كذلك شخصيات اقتصادية وقناصل الدول الشقيقة. هذا بشكل مختصر عن هذه الجائزة التي تم إطلاقها سنة 2007. في شروط معينة طويل العمر للاشتراك في الجائزة هذه أو المسابقة؟ بس اشتراك يعني محصورة على المدارس، وهذا ما تكون فردية. يعني بس المدارس هي اللي تشارك؟ بس المدارس والجامعات والمعاهد. وهم طبعا بمشاركة الطلبة، وهذا بيقدمون الأفكار هذه. هم يقدمون الأفكار، وعن في تقديم بيكون عن طريق الويب سايت الخاص بالجمارك. أعطيك يا الويب سايت بيكون اللي هو www.dubaicustoms.gov.a، وفي إيميل خاص بالإدارة اللي هو ipr@dubaicustoms.ae. وفي رقم تليفون طويل العمر؟ في رقم تليفون ممكن على 4177 04. اي 04. نعم 4177. ايوه 2888. ان شاء الله يعطيك العافيه طويل العمر. في شيء ثاني تبغى تقوله؟ سلامتكم، واشكركم ومبارككم بعيد الاضحى المبارك، ونتمنى ان شاء الله مبارك عليكم كذلك، وكل الشكر والتقدير لكم انتم كجمارك دبي، انتم تعتبرون منفذ وعين من عيون الدوله. جزاكم الله خير وعساكم على القوه ان شاء الله، وفخر بالنسبه لنا احنا ان هذه الجائزه تنطلق من الامارات، واللي هي الاول من نوعها مثل ما تفضلت وقلت على مستوى العالم جمركيا. شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله يا اخوي. شكرا. طبعا كان معنا يوسف عزير مبارك، من طبعا مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي. زين نقول ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف كل عام وأنت بخير. وأنت بصحة وسلامة وعافية. حضرتك بس أنا كلمت أبو راشد، كان عندي مشكلة في أول 10، عندي بزوج بنتي وعايز مساعدة، وقال لي حاضر بس موجود المساعدة، وبعدنا نقول لك حاضر إن شاء الله فالك طيب، بس شوية موجود المساعدة خلاص علي بيتواصل وياك تحت الهواء، فالك طيب ماشي. الله يخليهم، أنا متصل من أول 10 أول 9 حضرتك. موجود موجود موجود. الله يخليهم لك، فالك طيب يا طويل، فالك كل عام وأنت بخير وصحة، وخلي الشيخ الإمارات ويطول لنا عمره. آمين آمين، ويرحم الشيخ زايد أبونا أبو العالم. آمين آمين، الله يرحمه الله يخليك. شكرا أبو، جزاك الله خير. شكرا. حياك حياك عزيزي. نقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف كيف حالك؟ يا مرحبا. شو أخبارك؟ طيب أخوي. الله يبارك فيك. أبو عبد الله وياك من دبي. تفضل يا أبو عبد الله. دام فضلك. الله يسلمك، من أسبوع بس احاول اتصل واتواصل وياكم بس للاسف عاد اليوم ما ادري كيف قدرت اتواصل وياكم. الله يسلمك، قبل اسبوعين وديت اختي، يعني ودت بنتها عشان تسجل في مدرسه لا اله الا الله محمد رسول الله للتفاحه العالميه. تمام، شو اسمها؟ التفاحه العالميه. التفاحه العالميه. ايوه التفاحه العالميه.
هاي مدرسة؟ مدرسة أيوة في دبي في القصير. مدرسة يعني درس أطفال كذا؟ أيوة. يعني التفاحة العالمية. أيوة أخوي. زين كمل. زين أخوي بيوسف ودوا يسجلونا خذوا اختبار عنا وقال لازم تدفعون 500 درهم. فقلنا ما مشكلة ما على بنت فدفعنا 500 درهم. قال بعد يوم ثاني يبوا اختبار. يوم الثاني وديناه ويوم الثالث وديناه وآخر شيء قالوا لا ما نجحد. وقلنا زين رسوم لي دافعين 500 درهم. أنا ما أحب أطول الموضوع باختصار ما ردوا 500 درهم. فأختي اتصلت قال الموضوع شيء. قلت خلاص ما علي فايش. طيب بشرط أن أرد فلوسك. قال ما بيعطوا مستحيل يعطونك. قلت خلاص أنا بسير. أنا رحت المدرسة كلمت المدير. المدير قال خلاني في مكتب 15 دقيقة يتكلم تليفون. بعد 15 دقيقة طول وايد وبعد ما سك تليفونه ولا يعتذر. أنا ما محتاج اعتذاره بس للأسف شديد هذا التصرف مش حلو يعني. تكلم بالموبايل وبعد 15 دقيقة تقول شو تبا تفضل. وقلت له سالفة شي شي شي. قال خلاص راح الفلوس. قلت كيف راح؟ يقول راحت فلوس. كيف راح الزين؟ قال 500 درهم خلاص ما بينرد. شو السبب شنو؟ يقول السبب لأن خذينا اختبار وما يقول زين البنت أي صف تدخل عشان ما نجحت. يقول كي جي وان. قلت كي جي وان شو تعرف يعني البنت كم عمرها؟ كي جي وان شو تبون شو يعني تتوقعون منها؟ يعني هذا كلام مش سليم. وقال لي راح في صندوق المدرسة. قلت والله إلا طلعه. قال كيف بتطلعه؟ قلت بطريقة قانونية. قال مستحيل. قلت شو قال مستحيل؟ قلت ما في شيء مستحيل في دبي أنت موجود ما في شيء مستحيل ما شيء. والمدير مدرسة الله يسلمك من جنسية هندي. فالله يسلمك. قلت له ما عليه. طلعت من هناك وقفت برا من 3 ساعات. قلت له سالفة شيء. قال لا تفاتن ويا المدارس الله يخليك. عندك هيئة معرفة. عندك صرت هيئة معرفة نفس اليوم. اخت نور على ماطق. قال لي طرشنا مستحيل اطرش ايميل لازم اجيبكم انا. قال لي برصيد وياك عيل اذا ما طرش ايميل. ودد رصيد وياي. اول ما طلعت من هيئه يعني والله العظيم ويوسف والله العظيم الدوائر حكومي كلها انا ساير ما خليت مكان اي شيء يعني شكل عامه. انا اتكلم ما شفت استقبال مثل هيئه معرفه والله يعني صراحه استانس استقبالهم استانست يعني وتصرفهم يعني كل شيء يا أخوي أبو يوسف يعني والله يا ريت مرة تسير وتشوف يعني قد ما يعني كل ما أقول ما منه فائدة يا ريت تسيرون تشوفون يعني صراحة أشكرهم يعني مو بعرف كيف أشكرهم يعني استقبالهم صراحة 100% يعني ما يحتاج. استلمت 500 حين ولا شو؟ ما أسمع. استلمت 500 ولا لا؟ بعد ما طلعت أخت نور قالت بعد 5 أيام إن شاء الله خلال 5 أيام برند عليك. والله العظيم أخوي صادق يا أبو عبد الله قسم بالله ما كملت ساعة اتصلوا قالت سير استلم فلوسك. قلت كيف؟ قالت ما صدق. قال بيتصلون فيك. ما كملت ساعة اتصلوا. ما كملت ساعة ونص من مدرسة اتصل قال تعال استلم بيزاتك. حلو. قال الله يخليك لا تكلمهم لا تزيد فيك. ورديت يعني مو بعارف كيف أشكر هيئة معرفة صراحة أخوي يعني والنعم فيهم. انت الحين مكالمتك مكالمة شكر لهيئة المعرفة صح كذا؟ ايوه اخوي ايوه يعني اشكرهم صراحة اخوي بيعقوب ما قصروا يعني. والله هذه رسالة نحن نوجهها بعد كل الشكر والتقدير للاخوان في هيئة المعرفة. احاول بس اوصلهم رسالة الشكر. جزاك الله خير. الى جانب ذلك هاي رسالة ثانية نوجهها لاولياء الامور او اي حد عنده مشكلة مع المدرسة ما يحتك وياهم نفسه في قانون في جهة مسؤولة يصير يعني تواصل مع الجهة المسؤولة. تحسن تعاونهم صراحة. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. شو اقول لك يعني بس يعني ما عندي اي كلمه زياده صراحه يعني استانست انا. جزاك الله خير. حياك. يلا اشكرك اخوي وسامحنا ان ازعجك. عفوا عليك يا ابو عبد. حياك الله. مع السلامه. حياك اخوي. من لا يشكر الله من لا يشكر الناس عفوا لا يشكر الله ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فجزاهم الله خير الاخوان في هيئه المعرفه. نقول الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اخوي انا موضوعي عشان اختي. اختي مريضه عندها توحد. نعم منو معي؟ معكم مريم. ام مريم. من وين يا ام مريم؟ انا من الشارجه. رايلي من الشارجه بس اصلا من ابو ظبي. عندي الوالده الله يخليها طبعا. الو كملي سمعت مريم. أيوة أنا عندي طبعا الوالدة الله يخلينا إياها طبعا أنا وأختي بس عندها. أختي مريضة الحين عمرها هي بالضبط أختي 18 سنة. كل سنة تدفع عليها 80,000. أمي طبعا راتبها ما يتجاوز يعني إلا 3,000 درهم. المركز الحين يعني واقفين. أنتوا عفوا أختي؟ لا إحنا واقفين فلسطينية.
وقدمنا طبعا في كل مكان، في أمل وألم، قدمنا في الهلال الأحمر، في كل مكان إنهم يساعدونا، ما حد يرد علينا، ويعني مضطرين وايد إنهم يعني إنهم يطلعون أختي من المركز. أي مركز هي؟ مركز العين للتأهيل والمعاقين. زين وين يودونها مثلا إذا طلعتوا من المركز؟ إنه يبوننا ياها البيت. كذا مرة يطرشوننا مسج حق الوالدة يقول لها يعني لو ما جيتي يعني واستلمتي البنية أو ما دفعتوا البيزات إنه بيطلعون أختي وبيبوننا إياها. زي أختي هم بعد مركز صح ولا لا؟ وعندهم رسوم أيوة. مفروض تندفع، فيا أما الرسوم تندفع يا أما الحالة تطلع من المركز من عندهم، بعدهم عليهم تكاليف. ما عندنا يعني إن إحنا نتكفل فيها، فنبغى حد إذا يقدر إنه يساعدنا. والله مكالمتك على هو يا أختي، إذا في حد بيساعدك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني اللي تصير الجمعيات الخيرية قدمنا في كل الجمعيات، كلهم يقولون يعني إنه عشان إنه ماما عشان راتبها إنه قليل وشي، واللي يقولنا إن شاء الله برد عليكم يعني عشان أختي، يعني أنا مو بعشاننا إحنا، لأنه يعني هي وايد تعبانة. الله كريم يا أختي. إن شاء الله وشكرا، ويا رب اللي يسمعونا يا رب يساعدون إن شاء الله. إذا الله. إن شاء الله. ماشي. مشكلة بعد حالات التوحد هاي علاجها جدا مكلف. زين هذه عندك رقمها علي؟ زين منو قلت لك انا بغيت رقم الريال اللي اتصل من رمس، رقمه اللي هو بخصوص طليق تذكر قبل كم من يوم بخصوص البرنامج، عندك الرقم؟ زين بعض المستشفيات الخاصة للأسف صارت مثل بعض الجراجات، تصلح شيء وتخرب شيء ثاني عشان ترجع وتصلح الشيء الثاني اللي خربوه. وينك يا بانكوك؟ زين هذا بالنسبة لك أنت، في ناس صاروا بانكوك وتأذوا وتلعوزوا وطلعوا أمراض مش موجودة فيهم طلعوها فيهم عشان المادة. فالموضوع موضوع ضمير واستغلال مادي. أرجع التواصل عندي شكوى. فالك طيب يا أخوي هادي إن شاء الله. زين هذه هو طرشت لكم تقارير طفلة عايشة على الإيميل، الله الله فيها ولكم الأجر. والله ما أدري شو الموضوع يا طويل العمر. زين السلام عليكم، في الصناعي 11 في الشارقة، بناية عرفان، شو يسلم مقابل الدي اتش ال؟ هناك في محل يتسرب منه مجاري ومياه والمنظر أبدا غير حضاري، وقد أعلمنا البلدية ومالك الشبرة عدة مرات ولكن بلا فائدة. الموضوع مر عليه السنة والمستأجر تارك المحل، الرجاء المساعدة. الأخوان في الشارجة، في بلدية الشارجة، في الصناعية رقم 11، صناعية رقم 11 في بناية عرفان يسلم، يمكن مقابل الدي اتش ال، في محل في تسرب مياه مجاري. نرجو من الأخوان في الشارجة للعلم فقط الرسالة هذه لهم. إذا ترون تساعدون تساعد الحرمة اللي ولدها في المستشفى جي ام سي اتصل، شو تحصل أجر أخوي حسين؟ والله يا طويل العمر ودنا نساعده بس مش عارفين بشو نساعده، شو الطريقة؟ أنت عطني الطريقة. يعني الولد أول شيء حالته الحين يعني حالته جدا حساسة، لا يقدر يطلع من المستشفى ولا في مستشفى تستقبله، ولا بعارفين نحن هل فعلا في أخطاء طبية ولا هذا. بعدين في أمور يعني شوية إيش بقول لك الحين، أنا كشخص من أهل المريض دائما نظرتي تختلف عن أي إنسان ثاني. الطبيب هو متخصص، فأنا دائما أشوف إن في خطأ، أشوف في كذا، بس الطبيب شو وجهة نظره، شو رأيه؟ هذا هو السؤال. فما أدري والله. نعم إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معك. Western Union يقدم أروع ليلة من ليالي عيد الأضحى المبارك مع أشهر النجوم وائل كفوري. وائل كفوري. يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي. فارس كرم. فارس كرم. عاشق الأسمر على البني والبني على أسمر والعان ورين أشقر، وذلك ليلة الخميس 9 أكتوبر في فندق بستان روتانا دبي قاعة الراشدية. للحجز والاستعلام 050-688-1090. هذا الحدث برعاية مطعم ناي، يولو كوتور، كساب ميديا، ليالينا، اي تو ار، دي ام اي اوتو سنتر، وراديو الرابعة، من تنظيم سبوت لايت.
الحل المثالي لمشاكل تساقط الشعر قد وصل. زيت شعر اندولي خبرينجا محضر بتقنية المعالجة الباردة، مما يسمح لها باختراق فروة الرأس وتقوية جذور الشعر من خلال تجديد خلايا الشعر، مما يمنحك شعرا قويا وكثيفا. هل تريد أن تشعر بالتغيير؟ إذن ابدأ باستخدام زيت الشعر اندولي خبرينجا واكتشف الفرق بنفسك. زيت الشعر اندولي خبرينجا، إنه حقا فعال. هل ترتدي نظارة طبية أو عدسات لاصقة؟ هل يعيقك ذلك عن ممارسة حياتك بصورة طبيعية؟ تقنية الانترلايزك هي الحل، واحدة من أحدث تقنيات تصحيح النظر على مستوى العالم. مستشفيات ومراكز مغربي، اسم يمكنك الاعتماد عليه، فريق من الأطباء المهرة. اتصل الآن. أبوظبي 024446565، دبي 044370606، العين 03761244. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اسهروا مع أهم نجوم الأغنية العربية في ثاني أيام العيد 5 أكتوبر مع الموسيقار ملحم بركات. روح شوف اللي حبوك ورجعوا نسيوك. الفنان أيمن زبيب. شفت ودموع شلال مدري مين مزعلها. نبع النغم، الفنانة أمنية محمد بفندق قرات دبي القاعة الكبرى. للحجز والاستعلام 055-6033-000 050-991-3222. وين أيام زمان أبوكي كان ب15 درهم بس يفوت المطعم ويطلب صحن مقبلات وبيتزا ويشرب درينك كمان، يعني غدا سبيشل. غدا مثل البيتزا هات بابا. أيام زمان عادت مع وجبات الغداء القيمة من بيتزا هات ب15 درهم فقط. اطلب بيتزا أو باستا أو غيرها مع طبق جانبي ومشروبك المفضل في المطعم أو تيك أوي من 12 ظهرا حتى 4 عصرا عدا الجمعة والسبت. وجبات الغداء القيمة من بيتزا هات. صحتين بابا. حلوة هالشوز من ريد تاج. عندك رسوم المدرسة وهالساعة الأنيقة من كازيو. ما تنسي أجار البيت. لكنه بالتنزيلات. يعني قدي رح توفري؟ لا، الخصومات بتوصل ل 75% بحوالي 300 محل بأريبيان سنتر ولامسي بلازا. إيه لا، ما معقول. طبعا معقول. تنزيلات المركز الرائعة ابتدت بأريبيان سنتر ولامسي بلازا على كل ماركات المفضلة مثل مودا هاوس، بيرس هيلتون، وكمان لولو ومايا هايبر ماركت. وكمان بقدر ادفع بعدين وبدون فايدة مع بطاقة ائتمان بنك الإمارات دبي الوطني. وتطبق الشروط؟ ايه مثل العادي، ومن 1 ل 4 اكتوبر. عرفت، لأربع أيام بس. ايه خلينا ما نضيع وقت. مهرجان بوظبي عيدكم وفرحتكم يقدم فنان الإمارات الأول ميحة حمد. بسمتك يا عزيز في ليلة عنوانها الطرب، يوم الأحد 15/2014 في منتجع سانت ريجس بجزيرة السعديات في بوظبي بمشاركة الفنان محمد المنهالي. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الأرقام التالية 055-4999-555 وعلى الرقم 0508888073 بالتنسيق مع هيئة بوظبي للسياحة والثقافة ورعاية سولفا ديزيرت وهند العود. الضايق اللي ساري الليل هو لا حصل طري. تابعوني أنا محمد الملا كل يوم سبت الساعة 10 مساء في قلب الرابعة على راديو الرابعة. في موقع من أجمل المواقع البحرية وعلى جزيرة حالمة تمتد داخل مياه الخليج العربي الصافية، يتربع منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة بإطلالته البحرية الساحرة وخدماته المتميزة التي تجعل منه المعلم الأحدث والوجهة السياحية الأكثر تفرداً لقضاء الإجازات العائلية بدولة الإمارات.
منتجع وسبا جزيرة المرجان رأس الخيمة، هاتف 07-203-6666. بحمد قم يا ريال، مو بوقت الرقاد، قم ودني 2XL. يلا يا ام احمد بطرشيني اخر الدنيا وانا في جميره. خبرك عتيد، 2XL فاتحين اكبر فروعهم في شارع الوصل، يعني 5 دقائق من بيتنا. قم بمناسبه افتتاح فرع جميره، مفروشات 2XL تقدم تشكيلات رائعه من الاثاث وباسعار اكثر روعه. مع 2XL ما بتمل. للمعلومات 800 2XL. حمود وين ساير؟ ساير المحطة الكبرى اللي في القصيص. شو عندك هناك؟ باكل شاورما عند شاورما وفرن. كل هالمشوار عشان تاكل شاورما؟ في 100 محل شاورما حوالينا. الصراحة يستاهل اني اضرب هالمشوار. قب 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 قب، شوقت يا اخي، يلا بسير وياك. مطعم شاورما وفرن، المحطة الكبرى دبي القصيص شارع بغداد، هاتف 04-263-9876. اترك انطباعا قويا مع HP، علامة الطباعة الأولى في الشرق الأوسط. تمتع بعروض مميزة بمناسبة أسبوع جايتك شفر، ووفر حتى 100 درهم على طابعات إنجت مختارة من HP، منها أوفيجيت برو 8610 E All-in-1 وديسك جيت إنك أدفانتج 5525 E All-in-1. يسري هذا العرض ابتداء من 27 من سبتمبر حتى نفاد الكمية في معرض جايتك شفر ولدى الموزعين الشركاء. أنا من يملك المفتاح وصديق الفلاح في مزارع التفاح وموقظ الأرواح. احلف. مين اللي سرق الكتاب؟ مارلين مونرو. أنا مارلين مونرو اللي غرالبه أي تكرك يفوز فوز اللي جابوه، ولا تليفون ولا نيل ولا اكستيشن عيل، شيكو ماليش في البيت كوبا فايكو كبيرة. في جميع صالات السينما في الإمارات ابتداء من 2 أكتوبر. أنا في 60 من عمري أصبت بالكتراكت المعروف بالمية البيضة وضعف بصري بشدة في كلتا العينين. راجعت أطباء العيون في المستشفى الكندي التخصصي وسووا لي عملية جراحية واستبدلت العدسات. خرجت من المستشفى في نفس اليوم نظري عاد كما كان أيام الشباب 6/6. شكرا للمستشفى الكندي التخصصي. صحتكم أمانة غالية، المستشفى الكندي التخصصي وجد ليساعدكم في المحافظة عليها. ما يزيد على 60 من الاستشاريين والاختصاصيين تدعمهم طواقم تمريضية وتجهيزات حديثة، معايير الجودة العالمية JCI، أجواء من الترحيب وراحة ورفاهية. نقبل جميع أنظمة تأمين المعتمدة، عيادات خارجية 7 أيام في الأسبوع وقسم للطوارئ على مدار الساعة. للحجز والاستعلام هاتف رقم 04-707-2222. شو هو أول شيء بيخطر ببالكم وقت اللي بتفكروا بالتسوق؟ كارفور ماركت؟ إلكترونيات؟ أكيد إيماكس، سامسونج، العطور، الرصاصة وفانيلا للعطور، باترفلاي لبصريات، وكمان مطعم شكسبير. مكان واحد يجمع كل هؤلاء، ماي سيتي سنتر الناصرية، 21 متجراً متنوعاً، إضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات تضم بنوك ومطاعم وصيدلية. ماي سيتي سنتر الناصرية، مفهوم جديد للتسوق العائلي. شو رح نعمل بالعيد؟ ما رح نعمل شي. كاش ما في. لا في. بعدك ما عرفت؟ عرفت شو؟ راديو الرابعة بمناسبة عيد الأضحى وذكرى تأسيسها 13 عم بربحوا 30,000 درهم كاش. بس علينا نبعث رسالة باسمنا الثلاثي وكلمة راديو الرابعة بأي وقت على الأرقام 708 و709. وشو ناطرة؟ ناطرة تعطيني موبايلك ابعت منه، لأني بعتت من موبايلي موبايل الأولاد وموبايل حماتي كمان. حلو كتير. شو رح نعمل بالعيد؟ شارك بالأول وانطور إعلان النتائج بأول أيام عيد الأضحى المبارك مباشرة على الهواء. وهيدا عيد 30,000 درهم كاش. جامعة الجزيرة تقربك من أحلامك مع شهادة البكالوريوس في القانون والاقتصاد، إدارة الموارد البشرية، التمويل والبنوك، الإدارة العقارية، نظم المعلومات والتكنولوجيا، العلاقات العامة والإعلان، الصحافة، تكنولوجيا الاتصال، والماجستير في القانون العام والقانون الخاص، والبرنامج التأسيسي للحاصلين على أقل من 60% في الثانوية العامة. جامعة الجزيرة دبي 04-264-4466.
ماذا لو أصبح بإمكانك تحويل الأموال أثناء التسوق بالقرب من منزلك أو حتى في محطة الوقود؟ الآن تقدم لك وستن يونيون خدمة جديدة لتحويل الأموال من خلال أجهزة الدفع الذاتي كيوسك. الخدمة متاحة على مدار الساعة وعبر أكثر من 580 جهازا في جميع أنحاء الإمارات. كل ما تحتاجه هو تسجيل الخدمة مرة واحدة فقط في أي من فروع الفردان للصرافة أو شرف للصرافة. للمزيد من المعلومات اتصل على 800-4851. وستن يونيون، تحويل الأموال نحو الأفضل. تطبق الشروط والأحكام. أنا أدري إن العيد قرب والأسعار مرتفعة في كل مكان، بس ما حاتي هالشي لأن عندي خياري المفضل واللي ما أرضى غيره، وأثق في سعره وجودة منتجاته. بالمختصر جمعية أسواق عمان التعاونية. عروض لا تصدق جمعية أسواق عجمان التعاونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الأول إلى السادس من أكتوبر. تميزوا مع بطاقة تميز. للمعلومات 800-8889 أو ajmanmarkets.ae. حلوة هالشوز من ماتلان. عندك رسوم المدرسة وهالساعة الأنيقة من ريفولي. ما تنسي أجار البيت. لكنه بالتنزيلات. يعني قدي رح توفري؟ لا، الخصومات بتوصل ل 75% بحوالي 300 محل بأريبيان سنتر ولامسي بلازا. إيه لا، ما معقول. طبعا معقول. تنزيلات المركز الرائعة ابتدت بأريبيان سنتر ولامسي بلازا على كل ماركات المفضلة مثل مودا هاوس، هومز آر آس، وكمان لولو مايا هايبر ماركت. وكمان بقدر أدفع بعدين وبدون فايدة مع بطاقة ائتمان بنك الإمارات دبي الوطني. وتطبق الشروط؟ إيه مثل العادي، ومن 1 ل 4 أكتوبر. عرفت، لأربع أيام بس. إيه خلينا ما نضيع وقت. ضمن مهرجان عيدكم وفرحتكم، إيفانتس تو ريممبر تقدم أروع حفلات عيد الأضحى في أبو ظبي 5 أكتوبر. سعد المجرد ومشاعل 6 أكتوبر. وائل كفوري فارس كرم ويلي 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 الله يعين العند وعيله وسارة الهاني 7 أكتوبر. كوميدي نايت شو مع ماريو باسيل، طوني أبو جودي وفرقتهم في فندق شيراتون أبو ظبي. للحجز والاستفسار 050-5566-282 أو عبر e2r.ae. بالاشتراك مع هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، إليجانت آرت وراديو الرابعة. يلا جاهزين؟ ملينا من المولات، بدنا شي جديد وما شفناه من قبل. لهيك رح أخذكم مشوار ما رح تنسوه أبدا. لأول مرة في عجمان السيرك اللاتيني، عروض النمور السيبيرية، ألعاب الخفة، الحبال المعلقة، المهرجون، والعديد من العروض التي لا تصدق. أرض المهرجانات مقابل سيتي سنتر، عرضان يوميا 6 و9 مساء. للاستفسار 056-9365-999. متحمسة، مرحة، شجاعة، جميلة، هذه أنت في ياس ووتر وورلد أبو ظبي. ليلة السيدات تعود إلى ياس ووتر وورلد الخميس 27 مارس من 6 مساء وإلى 11 ليلا. لمزيد من المعلومات yaswaterworld.com. ليلة السيدات في ياس ووتر وورلد، تألق جمالا في الماء. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دولي خابرينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. جامعة الجزيرة في دبي، اصنع مستقبلك واجعل شعارك تميز. منتجع وسبا جزيرة المرجان برأس الخيمة، الخيار الأمثل لقضاء الإجازة العائلية. السيرك اللاتيني في عجمان، تشويق وضحك وعروض تخطف الأنفاس. المستشفى الكندي التخصصي دبي، الرعاية المتميزة وسيلتنا وسلامتكم غايتنا. البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني. نجدد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على موجب 7.8. ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610، ولا سألكم نصير قصير للسمس استقبل على 7-009 في آخر 8 دقائق تقريبا، إلا إذا غادة بتعطينا بعد كم من دقيقة. جزاك الله خير يا غادة، ما تقصر. ليش ما أخذ الماي؟ هي صح، أنا غلطان صح كلامك.
شوف في مسؤولين سبحان الله. أنا دائما 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 أذكر هالمثل هالحكمة اللي قالها أحد الحكماء، قال حدا بلي كرسي، لا حدا بكرسي وكأنه كرسي، وحدا بلي كرسي يستاهل الناموسي. ففي مسؤولين يحرجونك وتنحرج منهم من كثر تواضعهم واحترامهم وتقديرهم واستقبالهم ومعاملتهم، ويقولك آمرني يا أخي آمرني، تقول يا أخي اسمح لي طويل العمر على إزعاج وكذا، يقولك لا أنت تتصل أي وقت أي شيء عندك، أنت تخدم ونحن نخدم. هذا كلام الحمد لله رب العالمين مسؤولين للتعامل اليوم، ومن ضمنهم أرجع أقوله بقوله مليون مرة، هذا الريال الفاضل هذا اللي هو سعادة ناصر البدور جزاه الله خير، والإخوان في البرنامج برنامج زايد الإسكان، هذا الحين توه مازن السعدي جزاه الله خير الله حق، يعني لازم أقول هالكلام لأنه متواصل وياي، طرشت له رقم بالغلط فاتصل بي، طرشت لي رسالة قال لي والله الرقم غلط، رديت علي أعطاني الرقم صح أو هو أعطني صح أنا كذبت غلط، فرديت طرشت لي تواصل في رسالة هنا تقول أبغى تواصل وياه، تواصلت وياه وهذا وقال تم التواصل. فيوم تحصل تجاوب كذا من جهة يا أخي تستانس، أما أنا صرت لجهة خلنا نقول تكثر الشكاوى عليها، يعني جهة معينة في شكاوى عليهم، صرت لهم ويريت ما صرت، حركت وجهي وجيت صرت عند المسؤول اللي طرشوني عند المفروض، والله العظيم تسحب من الكلمة بقالوصة، ما بخيط بقالوصة تسحب من الكلمة، تطلع من الكلمة لا، ونحن ما عندنا تصريح نقول حق الإعلام، ونحن يا أخوي قلت له أنا ما بياك إعلامي يا أخوي، أنا جاي كإنسان عادي كمواطن عادي كصاحب مشكلة عادي، يعني واحد عادي جاي قل لي شو الحل في المشكلة كذا كذا كذا، ما أبغى أذكر الجهة ولا أبغى أذكر تفاصيل. فالمهم جلست وياه يمكن ثلث ساعة، والله ما طلعت منه بأي نتيجة بأي نتيجة نهائيا، وهي من أحد الجهات اللي دائما تكثر الشكاوي عليها. قلت بس يبى أشوف شو الموضوع يعني، قال لا كل شيء هناك في أبو ظبي، كل شيء هناك في أبو ظبي. قلت له يا أخوي نحن تعدينا مرحلة المركزية هذه، قال لا يا ما هناك في أبو ظبي يا ما تصير عند المدير، زي المدير في اجتماع قالوا لي يا أخوي، قال والله هذا اللي عندي جزاك الله خير حياك. نزلت تحت في الاستقبال مساكين الشباب، أبو يوسف شو ضيفوك شربت شيء؟ قلت لهم والله العظيم ما حد شربني كاسة ماي، كوب ماي غلاس ماي ما حد قال، وأنا أشوف أنا جالس في المكتب مال أشوف دلة الشاي والقهوة هناك، وفي خاطري يا أخوي كان إني أشرب شاي وقهوة، تعرف أنت الظهر وهذا يعني تعبان، والله ما ضيفوني ولا طلعت عندهم شيء. فجهة مثل هذه شو تقول عنها؟ شو تقول عنها؟ ما أدري. هو مفروض أنا أشيل لانش بوكس وياي يوم السير مثل هذه الدوائر، لانش بوكس تكون فيها، هو مفروض أنا بكلم الإذاعة، لا بيدخلون ليش ما يدخلون؟ جايب قهوتي وياي، مفروض أنا كنت أمر أشرب شاي كرك وأنا ساير، كوب شاي كرك، ولا نكلم الإدارة عندنا يوفرون لنا لانش بوكس في حال زيارة بعض الدوائر والمؤسسات، في بعضهم يستقبلونك من عند الباب ويودعونك عند الباب. ففي ناس، هاي رسالة أنا أبغى أوجهها للناس يتحرون، نحن ونحن كلنا اسمحوا لي على الكلمة يعني، يسمحوا لي إخواني بعد المذيعين في الإذاعات الثانية، نحن كلنا 7-8 مفلعين في مذيعين بث مباشر، 7-8 مفلعين يعني 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 إذا نحن ما بيميزوننا شوية، وكنا نخدم الدولة الحمد لله رب العالمين ونخدم الناس، يعني مفروض شوية مراعاة، يعني مفروض تكون ميزة خاصة يتعاملوني أنا بطريقة خاصة شوية، أنا مش 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 شغلتنا ننسيء لحد، شغلتنا خدمة الآخرين الحفاظ على سمعة الدوائر والمؤسسات هذه، ولكن الله المستعان. لكن إن شاء الله إن شاء الله بنكلم الأربابية إن شاء الله يشوفون الحل. على العموم بعد من الأخبار المفرحة والسعيدة طبعا، من خلال رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لفعاليات مركز شباب عجمان وحاجة المركز لملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات، تم إنشاء مركز كواترو الرياضي برعاية من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والملاعب مجهزة بأفضل التحديثات، وهي عبارة عن 4 ملاعب مختلفة الأحجام ومدرجات للجمهور ومنصة لكبار الشخصيات مجهزة بكل وسائل الراحة، وتم مؤخرا توقيع العقد مع نادي إسبانيول الإسباني لإنشاء أكاديمية وتعتبر من إحدى أفضل الأكاديميات على مستوى العالم، على مستوى العالم في تأسيس اللاعبين والأكاديمية لا تقتصر على العمل الرياضي فقط، وإنما تؤسس اللاعبين فنيا واجتماعيا وأخلاقيا. طبعا مجرد فكرة عن المشروع هذا، المشروع الرائد والأول على مستوى الشرق الأوسط اللي راح تحتضن إن شاء الله إمارة عجمان،
انه راح يكون في اكاديميه يستقبلون فيها الاطفال وينمون فيهم المهارات، يعني راح يتم خلينا نقول صيد او اكتشاف المهارات الكرويه اللي موجوده عند بعض الاطفال والشباب وراح يتم تنميتها. ودائما كان هذا السؤال ينطرح بين الرياضيين وبين الاهالي طبعا، ان ليش ما عندنا اكاديميه رياضيه، ليش ما عندنا كذا في العين، فلكن الامارات الشماليه والشرقيه ما تغطيها شويه، فاحينا في عندنا اكاديميه هنا. ولا مش بس كذا، الاكاديميه هاي عندها وكاله من النادي هذا اللي هو نادي اسبانيول الاسباني، وطبعا عن طريقهم هم عن طريق الاكاديميه هذه ممكن يفتحون نوادي ثانيه موجوده في المراكز هنا عندنا او في الدوله عفوا في مختلف مناطق الدوله، ومن خلالها راح يتم من صح التعبير انتاج كوادر كرويه، مهارات كرويه راح يتم اكتشافها. فصراحه كنا مفتقدين لهذا المشروع، فجزاهم الله خير طبعا كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد العزيز النعيمي، جزاه الله خير باهتمامه، وكذلك بيبدون التسجيل من اليوم، فلذلك انا حبيت انوه. وللتسجيل طبعا للاستفسار في عندهم رقم مجاني اللي هو 800 78 88 76، 800 78 88 76. كذلك تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ترفع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو وأولياء العهود وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. طبعا هذه تهنئة خاصة كذلك وردتنا من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. زين، ما شو وقت ناخذ مكالمات صح كذا، نقرا شويه رسائل بس على اساس نختم. السلام عليكم. زين، هذا يقول انا مقدم ارض سكنيه ثانيه في الشارجه للزوجه الثانيه من 4 سنوات من شهر 10 لين 2010 او شهر 10 عفوا 2010، ولا زال الموضوع للاسف مؤجل علما بأني أخذت موافقة من رئيس اللجنة بعد أن أكملت جميع الأوراق المطلوبة. إلى متى التأجيل؟ الرجاء النظر في موضوعي، أخوكم أبو أحمد. إن شاء الله بنوصل رسالتك للأخوان، للأخت مريم في إدارة التخطيط والمساحة وبنشوف. أنا قدمت على مكيف عندكم بارك الله فيهم، الشباب كلموني الخميس وقالوا لي إنه قالوا لي في مكيفات بس ما بعرف متى بيركبونها، أني والله ابني تعب من الحر وأنا عندي طفل 7 أشهر، وكل عام وأنتم بخير. الله يعينك. في مكيفات شيء؟ زين نشوف. زين، هذا يقول زين، أرفع اسمعني التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الاتحاد، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعاده الله على دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بالبركة والخير والازدهار، وكل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير يا اللي باعت الرسالة ومنطرش رقمك كذلك. زين، وين وصلنا؟ رقمك 997. تسلم يا طويل العمر. تحيات. شو تصلنا مسجات عند وجود أطفال يدعون أنهم ضائعون ويعطونك عنوانهم، ولكن في المنزل أشخاص يأخذونك لسلب الأعضاء والاعتداء، نرجو الاتصال بالشركة بالشرطة في مرتبين. أخوكم فهد الجزائري، جزاكم الله خيرا. كلام كبير هذا أبو فهد، غريب يعني. إن شاء الله فالك طيب تواصل إياك. أبو يوسف، عطني رايك بالزوجة الثانية، أتمنى تجاوب. وانت الحين ما حصل حد تسأل السؤال غيري انا، وانت ايش تبغى رايي انا؟ انا أأيد وعارض، شو المشكلة؟ أأيد لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أباحه وما في مجال ان نحن نناقشه وما في مجال نتعاطف فيه، وعارض وحث كذلك اللي يقدر يتزوج وعنده ظروف معينة، عنده أمور معينة ممكن تحث انه يلجأ للحرام لا قدر الله، وإمكانياته تسمح له وصحته تسمح له وزوجته موافقة، موافقة ويصير يتزوج يا أخي. وكذلك عارض
بالنسبة للظروف ما تسمح لهم، بالنسبة للحريم هم مقصرين فيهم، بالنسبة للي ما عندهم مشاكل، بالنسبة للإمكانيات ما تسمح لهم، بالنسبة اللي بس يبغى يستخدم هذا السلاح أو الحق اللي الشرع منحه إياه والقانون منحه إياه بس استغلال سيء ويجلس يهدد زوجته، ترى بتزوج عليه، ترى بتزوج عليه. أنا ضد في هالحالة وعارض طبعا، وأقول إذا ما تقدر يعني أنت ما موفي في بيتك الأولاني لا تفكر تفتح بيت ثاني، وخلك شوي تريث يعني، خلك حكيم في اتخاذ قراراتك. الله يخليك. منو؟ خنزين قول أنت على هالكلام. شو رأيك؟ أنت مرتاح أخي؟ ما أدري بك الحين أنت مرتاح، بس لقدام ما ندري شو بيشتوي. أخوكم هادي زي، السلام عليكم، رجع التواصل، عندي شكوى اتصالات يا أخوي. هذا وصل موضوع عند عاصم العلي. زين وصلته؟ إذا في واحد طرش لي رسالة هنا، حلمان حلم، وين صار؟ وينه؟ هذا هو صح. يقول هلا حلمت انكم اهديتوني 200,000 درهم ومرسيدس، شو تفسير الحلم هذا جزاكم الله خيرا؟ شو تفسيره؟ يتغطى عدن؟ ما ادري. هو الحلم ما كان كذا، هو الحلم يمكن كان المذيع اللي يقدم بدال براشد وعلي حصلوا هالشيء، لانه يقول لك دائما معظم لأن معظم الأحيان يقول لك الحلم ما ينطبق على الرأي نفسه، يعني مش اللي يشوفه هو اللي ينطبق عليه، هاي يكون في المكان اللي شايفينه أو خاص بالأشخاص اللي هذا. فيمكن يا أخوي أنا بحصل هالشيء، يمكن علي بيحصل، لكن إن شاء الله ثق تماما إذا أنا حصلت هالشيء هذا بيوصلك نصيبك. أما أنك تحصل 200,000 درهم ومرسيدس، أحلم عادي، الحلم بحرام، أحلم وتمنى وهذا، يمكن الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. ادعي يا أخي إن السماء لا تمطر ذهبا، فمحتاجة شوية. ها شو حلمانة بعد؟ طبعا في الختام إن شاء الله وفقنا في تقديم هذه الحلقة، وإن شاء الله كنا ضيوف خفاف عليكم، إن شاء الله استمتعتوا معانا، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق من الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ومن جهلي ومن عدم معرفتي. تقبلوا تحياتنا من التلفزيون التلفزيوني، كان 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 كانت معانا هاجر، ومن الأخبار معانا غادو، ومن الإخراج الإذاعي معانا أخونا علي عبد العزيز، وفي الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي، وكذلك الغائب الحاضر عبد الله راشد بن خصيف، وتحيات كذلك عمر الأمين مدير الإذاعة، وكذلك رئيس مجلس الإدارة اللي هو عبد الله محمد مراد، جزاهم الله خير. ومحمد دائما تواصلوا ويانا، وطبعا نحب نهني ونرفع اسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى حكام الإمارات وولياء عهودهم وشعب الإمارات والمسؤولين كذلك والوزراء وكل أخواننا من وين ما كانوا اللي عايشين على أرض الإمارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذه المناسبة علينا باليمن والسعد والبركات، وكذلك نهني الأمة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن غدنا يكون أفضل من يومنا، ويومنا إن شاء الله يكون أفضل عن أمسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على كل البلدان اللي موجودة في العالم، وخاصة البلدان المنكوبة حاليا، وإخواننا وخواتنا اللي موجودين هناك اللي هم الأطفال والنساء والشيوخ الكبار في السن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليهم جميعا. وارجع أذكر وأقول يا أخوان، نحن في أيام مباركة والأعمال فيها مضاعفة، فنتمنى أن قد ما نقدر نسوي خير في الأيام، سواء لأنفسنا أو ندعي للآخرين كذلك. وأذكركم وأذكر نفسي كذلك بصيام يوم عرفة اللي هو يوم غد، ونحسب والله حسيب يعني أنه يكفر ذنوب سنة كاملة. فيقولك في هذا اليوم الشيطان يحث التراب على رأسه ويقول يا ويلي يا ويلي وظلهم طوال العام، ويغفر الله لهم في هذا اليوم. فلذلك نحن كنا مقصرين وكنا محتاجين للنصيحة، محتاجين إن شاء الله. هو يوم واحد يعني، والنهار الحمد لله رب العالمين قصير الحين، يعني يا دوب ترقد لك كم من ساعة وتجلس شوية منه كم من ساعة، وهذا شوية أذكار شوية هذا، سبحان الله يعدي اليوم. ما عندي شيء ثاني أقوله، إن شاء الله أنا بتواصل وياكم، بثقل عليكم عادي عقب العيد، وأسبوع عقب العيد كذلك إن شاء الله، فتحملوا.